نشرت وزارة الداخلية خدمات أمنية ومرورية على الطرق المؤدية لمدينة العالمين الجديدة مع توفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور والجوازات. يأتي ذلك لكثافة إقبال الزائرين على المدينة وتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. تتمتع مدينة العالمين الجديدة بإطلالة ساحرة على البحر وبإمكانيات سياحية كبيرة تجذب الزائرين إليها، ومع تواصل فعاليات مهرجان العالمين وما تشهده المدينة من إقبال للاستمتاع بالعروض المتنوعة، كثفت وزارة الداخلية من خدماتها الأمنية والمرورية على طول الطرق المؤدية إليها لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته معانا العظيمة في كل مكان، والأمن والأمان اللي احنا فيه. الدنيا يعني منظمة جدا، الطرق في فرق رهيب قوي عن السنين اللي فاتت، الإشارات، الكاميرات المراقبة، السرعة متحددة، بحس بأمان وأنا ماشي في الطريق، لا قدر الله حصل أي حاجة الأمن موجود والشرطة موجودة، والطرق الكويسة اللي احنا نقدر نمشي عليها ونفتخر بإن احنا مصريين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية متنوعة تشهدها مدينة العالمين، وإقبال كبير من الزائرين للاستمتاع بهذه الأجواء الصيفية. ومعها نشرت وزارة الداخلية الخدمات الأمنية والمرورية بالمدينة، والتي تضم عناصر من الشرطة النسائية ليحظى مرتاد المدينة بمزيد من الأجواء الأمنية التي يستمتع فيها الجميع بإجازاتهم. شيء لطيف ان انت تبقى ماشي، انا كبنت شايفه حد بيحميني، راجل وست ومنتشرين بشكل جميل جدا. اهتمامات الرئيس السيسي كانت في المقام الاول ان الامن والامان دي نمبر 1 من اولوياته لحمايه المواطنين. مبسوطه جدا بتواجد الامن دايما هنا في العالمين، والتواجد الامني ما بقاش بس في العالمين، بقى في مصر كلها، هم دايما بيحمونا. افراد الامن في المناطق كلها موجوده، الدنيا امان، الاولاد الصغيرين يعني ماشيين براحتهم، انا مش قلقانين من اي حاجه، التواجد الامني صراحة ممتاز يعني. ونظرا لإقبال المواطنين على مدينة العالمين الجديدة والكثافات التي تشهدها المدينة، حرصت وزارة الداخلية على تقديم الخدمات الشرطية الجماهيرية لمرتدي المدينة والمقيمين بها من خلال سيارات الخدمات المتنقلة والتي تقدم خدمات الأحوال المدنية. كما استحدثت الوزارة سيارات متنقلة لتقديم خدمات الجوازات والهجرة والجنسية. كنت في العالمين فعديت لقيت العربيات الأحوال المدنية واقفة، بصراحة الموضوع سهل جدا وما خدش 3 دقايق يعني. كل الإجراءات سهلة وسريعة بصراحة، وفي تطور، في تطور في الأحوال المدنية، في تطور في موضوع إن احنا نطلع البطاقة بتاعتنا بسهولة جدا. قدرت إن أنا أجدد الجواز بتاعي. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات الجميلة والحاجات الحلوة اللي هو بيقدمها لنا. وشملت سيارات الخدمات الشرطية المتنقلة خدمات تراخيص السيارات، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من زوار المدينة والمقيمين بها بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين في كل مكان. أنا جيت النهاردة أجدد الرخصة بتاعت العربية، الخدمة فوق الممتاز، ما خدتش 10 دقايق تقريباً، سهلت علينا الأمور وسهلت علينا تخليص الأوراق. منبهر جداً بالتطور سواء في الأحوال المدنية سواء في الجوازات أو سواء حتى في خدمة المرور، لأن ده بيحسسنا إن في اهتمام من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إن هو إزاي يسهل على المواطنين حياتهم، إن هم يطلعوا أوراقهم الرسمية، إن هم يخلصوا إجراءاتهم في أسرع وقت. وترصد غرفة العمليات بمدينة العالمين الجديدة الحالة الأمنية على مدار الساعة، هذا في وقت تواصل فيه الخدمات الأمنية والجماهيرية التي تقدمها وزارة الداخلية العمل على توفير الأجواء الملائمة للمواطنين للاستمتاع بالمناظر الخلابة والإطلالة التي تتمتع بها مدينة العالمين الجديدة. ماشيين براحتنا، مبسوطين، حاسين ان احنا في امان. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الامن والامان اللي احنا بنعيش فيه، وعلى المدن الجديده اللي انتشرت على ربوع البلد.